يتجنبها الأشقى الذي يصنع النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه بلاد الخير والإحسان تحمي وتبني بالكتاب شبابها فهو البناء الراسخ الأركان. لبناته من سنة نبوية فالوقف والقرآن مجتمعان. نور على نور أدام الله خير وبلادنا عزا مدى الأزمان.